ولا ايه؟ حلو جدا 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 ما شاء الله. حالتك دلوقتي يا دلو ايه هي؟ حالتك يا دلو شكلك يا اما داخل لك فلوس هتدخل او دخلت خلاص، في خير، في تحسن في الحالة المادية، في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه، ابتدت تنور، ابتدت تنور اهي، في خير جاي. حالتك دلوقتي كمان عندك عطاء، الكارت ده كمان اما ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويسة ان شاء الله، او انه انت في حالة عطاء عمال تدي تدي تدي، حد محتاج بتديله، عندك كرم زايد الوقت ده. يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها، ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها. دي حالتك دلوقتي حالا. شكل الشهر عندك فيه احتفالات، هو شهر احتفالات فعلا، بنحتفل بسنة جديدة، لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء. الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة، شكل فيه خطوبة وفيه اتمام مراسم خطوبة او زواج كمان، فهو فيه فرح، فيه احتفال، يعني ما شاء الله كارت اصفر منور وحاجة حلوة قوي قوي قوي. وممكن كمان تكون اجازة، شكل الشهر ده عندك في اجازة، في فسحة، في سفرية، المهم انه فرحة، فرحة فرحة حلوة جدا جدا، وعملية كده رخاء وبال رايق وحاجة حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله. هدفك هذا الشهر، هنا في حاجة انت مذبذب فيها، مش عارف تختار حاجة من اتنين، عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب، متقلب في حاجة. الهدف بتاعك ان انت تحسم الموضوع ده، اما انه انت في قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال، او انت في حالة تقلب، او ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية، يعني طالعة نازلة، اما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول بتتصرف في مكانها، يعني اللي جاي رايح، او فانت عايز تظبط بقى الموضوع ده، عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية، الفلوس اللي تيجي لا تقعد شوية، فهي في حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستادي، ده الهدف بتاعك الشهر ده. فلو انت عايز تعمل ده يا دلو باذن الله الفلوس اللي هتجيلك ابتدي حوش، ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى. او ممكن يكون هدفك الاقتصاد، ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف، انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس. المهم انه هدف كويس قوي قوي قوي. في ناس طلع اهدافها النهارده انها تهد البيت في بقيت النهارده كان هدفها غير طبيعي الصراحه. طيب ايه العقبات اللي مقابلاك الشهر ده؟ تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها، تغييرات مفاجاه، ممكن تكون في العمل وتغيير جامد، مش تغيير اي كلام، لا تغيير قوي. ممكن يكون في العلاقه حصل فيها تغيير مفاجئ، في العمل حصل تغيير مفاجئ، عمليه تحول، ده هيقف قدامك عقبة الشهر ده، هتبقى مش عارف تتعامل معاه ازاي. نصيحتي ليك تعامل معاه بجرأة. بص هو ايه اللي بيحصل هنا، الثيم بتاع الكارت ده الموت، مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتتغير وحاجة مفاجأة وجاية غصب عنك، انت مش متوقعها، زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة. هو الموت هنا رمز، مش موت بمعنى الحرفي، الموت بمعنى رمز الموت، ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد ما بيعرفش يتصرف فيه يعمل ايه. بس بصوا بقى هنا الراجل ده المفروض ان هو قسيس، يعني او احنا بالنسبه لنا بقى هيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين، واقف بيواجهه عادي جدا، واجه التغير او التحول ده بشجاعه، ما تقلقش، لان التحول ده او التغير ده، الحاجه اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجه تانية، في شمس جديده طالعه بعدها، فواجهه ما تخافش منه، التغيير اللي داخل عليك ده جاله ما تخافش منه، ان شاء الله في الاخر هيوديك لحاجة كويسة، حاجة احسن، بس انت مش شايفها دلوقتي. الحاجة اللي انت هتنجزها الشهر ده، واضح ان الدلو هيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب، بمعنى
يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا دلو عنده الحته دي، ما كانش مركز في العاطفه قوي، كان مركز في عمله جدا جدا جدا، بيحاول يحسن من حالته الماديه، واضح ان هي ابتدت تتحسن بالفعل، او على الاقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع ان في ان شاء الله هيحصل تحسن. فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العاطفيه وبين حالته العمليه. فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتم بيه، مش بس مهتم بشغلك وبقيت هامله، لا بقيت مركز مع الاثنين، بقيت بتدي من في الناحيتين. برافو عليك يا دلو، برافو برافو. طيب ايه اللي هتحاول تتفاداه هذا الشهر؟ دي خطط مستقبلية، اوكي، خطة مستقبلية بعيدة المدى، بمعنى خطوة كبيرة قوي. تجنب الخطوات الكبيرة قوي اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية، عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارفة ايه، لا بلاش تعمل خطط خماسية دلوقتي، امشي step by step، خطوة خطوة، تفادى الموضوع ده. يمكن السبب لانه ده مش وقت مناسب ان انت تعمل خطة للمستقبل قوي، المستقبل بعيد بالشكل ده. وممكن يكون كمان السفر، تفادى السفر الوقت ده دلو. ليه؟ ما تخافوش من حاجة، يعني يمكن على اقل تقدير يعني ان نتيجته مش هتبقى مرضية ليك قوي. اللي عنده سفر الوقت ده حاول ما يتجنبه، او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة، خطوة كبيرة. ايه اللي انت محتاج تعتنقه هذا الشهر؟ شوية يعني مش عايزة اقول بخل، عايزة اقول حذر. توخى الحذر هذه الفترة في الصرف، الصرف بالذات، لان دي بنتكلز. امسك ايديك شوية يا دلو، انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق، واضح ان في بعزقة، عملت بعزق يمين وشمال وفوق وتحت. طيب ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده. حاول تمسك ايدك شوية، امسك ايدك، ركز، اعمل خطة للصرف، خطة محترمة كده، مش لحاجة، علشان اتليست تحس يعني توصل للهدف اللي انت عايزه ده، انك انت الحالة المادية عندك تستقر، ده هدفك. وعلشان وعشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت، يبان تأثيرها. طول ما انت كل اللي بيجي لك بتصرفه مش هتحس بالتحسن، او مش هتحس بالتطور. هتلاقي الدعم فين؟ انا بالنسبة لي اي ايد نازلة من السماء دي ايد ربنا، الدعم هتلاقيه عند ربنا دلوقتي. من ناحية ده عايز مشاعر جديدة او رزق جديد، يعني اللي محتاج تعمله انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. انت ما فيش حاجة في ايدك تعملها غير انك انت تدعي، ده اللي هتلاقي فيه الدعم. حاول تدعي، حاول تسأل تطلب من ربنا اي حاجة بقى انت عايزها، لو كان بيبقى رزق جديد، لو كانت مشاعر جديدة، ده اللي هتلاقي فيه الدعم. ربنا بس هو اللي هيستجيب دلوقتي، مش لو مثلا المشكلة وقع بينك وبين شريك. يعني حاول ان انت ما تشوفش حلول معاه، على قد ما انت تبتدي تتجه لربنا، تطلب منه المساعدة، اروح امشي ازاي، اروح فين، اقرب ولا ابعد. فدعمك هتلاقيه من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي، اللي بعيد يقرب. نصيحة الكارت، طلع لك العربة، امسك القيادة يا دلو، انت بطبيعتك عندك صفات القائد، امسك زمام الامور وانت اللي بتدي حركها. زي ما احنا وصفنا الكارت ده قبل كده، ده واحد راكب العربة وهو واقف مش قاعد، يعني ده مش وقت قعاد، ده وقت اكشن. ابتدي خد اكشن وامسك زمام الامور، واي حاجة تشتت انتباهك، دول مفروض دول الاسود اللي بتقود العربة، كل واحد فيهم باصص في اتجاه، بمعنى ان هتجيلك حاجات في الطريق تحاول تشتت انتباهك وتاخدك في الطريق تاني، انت تمسك زمام الامور تاني وتمشي على الخط اللي انت رسمه لنفسك. لازم تقود المرحلة دي يا دلو،
وحركتك تكون أسرع، واتخاذك للقرارات يكون أسرع. أنت قراراتك على فكرة بتاخدها بصعوبة يا دلو، وده عن تجربة يعني. جوزي دلو زي ما أنتوا عارفين بياخد قراراته فعلا بصعوبة، بيبقى عنده تردد شديد جدا. واضح إن الوقت ده مش وقت تردد، لازم تبتدي تاخد قرارات بشكل أسرع. لو هي حتى قرارات تخص العاطفة، لازم تبتدي تاخدها بشكل أسرع من كده. واضح إنك طولت كتير والطرف التاني خلاص ما بقاش عنده صبر، فلازم تبتدي إن أنت تاخد خطوات سريعة شوية. طيب تعالوا نلخص القراية بسرعة. الدل إما دلوقتي في مرحلة تطور في الحالة المادية، أو في طريقه لتطور في المادة، أو هو في مرحلة عنده عطاء كتير قوي وعمال يدي كتير جدا. شكل الشهر عنده فيه احتفالات، وده شيء متوقع لأن ده شهر خلاص الاحتفال بالسنة الجديدة. بس هو كمان بيشير إلى ارتباط وإتمام مراسم خطوبة أو مراسم جواز، أو أجازة فيها سفر إن شاء الله، وفيها يعني فسحة حلوة جدا وكارت إيجابي قوي قوي. هدفك الشهر ده إنك أنت تعمل عملية اتزان في حالتك المادية، لأن كل اللي بيجي لك بيروح بتصرفه، فحالتك المادية مش متزنة. فأنت محتاج إنك أنت الهدف بتاعك اللي أنت حاطه، أنا عايز أظبط الميزانية الخربانة دي، يعني ده اللي أنت مركز فيه الشهر ده. العواقب العقبات اللي هتلاقيها قدامك الشهر ده، تغيير مفاجئ أنت ما كنتش عامل حسابك عليه، هيفاجئك وهيخوفك شوية، لكن مش عايزاك تخاف، واجه التغيير ده بشجاعة، ما تخافش منه. أكتر حاجة هتنجزها الشهر ده انك هتمشي العاطفة والعقل مع بعض، هيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه. يعني مش هتبقى كافة الشغل والعمل غالبة على العاطفة زي الشهور اللي فاتت، هيبقى الاتنين ماشيين مع بعض يعني بنسبة كويسة جدا. برافو عليك يا دلو. حاول انك انت تتفادى اما السفر، او انك تعمل خطط مستقبليه قوي لمستقبل بعيد. لا، حاول تمشي الدنيا واحده واحده، خطوه خطوه، بلاش تعمل خطوات ليها بعيده المدى، او تعمل خطط بعيده المدى. امشي بس الفتره دي ستيب باي ستيب. حاول كمان تعتنق الحرص في الصرف. واضح ان هو صرف مش اي حاجة تانية. لم ايدك شوية يعني، بغض النظر يعني بقى في ناس بقى هتقولي لا مش من كتر الفلوس، لا هي على حسب بقى النسبة وتناسب. انت نسبة مثلا بيجي لك 1000 جنيه، بتبعزق منها نسبة لا بأس بيها في كلام فاضي، فاهم قصدي؟ وفي حد بيجي له 9 مليون جنيه وبيعمل نفس الشيء. فأيا كان، في حالة من irrational spending، يعني تصرف حاجات انت ممكن تكون مش محتاجها او ممكن تستغنى عنها. ركز في صرفك. هنلاقي الدعم فين؟ مين اللي هيدينا البوش؟ ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة، الناس اللي مش مركزة في الصلاة قوي او مش بتصلي كفاية، ابتدوا ارجعوا انتظموا في صلاتكم تاني، وادعوا ربنا واطلبوا كل اللي انتوا عايزينه. هنا هتلاقوا الدعم يا دلو، هنا عند ربنا. النصيحة بتاعت الشهر، انت اللي تقود يا دلو، ما تخليش الدنيا هي اللي تقودك. يعني في كروت بيقولك دلوقتي العجلة بتدور لوحدها، انت ارفع ايدك واستنى. لا، هنا انت اللي لازم تمسك القيادة، وانت اللي لازم تتحرك. ولو انت على وشك ان انت تاخد قرار، لازم تحاول تاخده بسرعة، واي حاجة هتشتت انتباهك ارفضها، وركز في الهدف اللي انت رايح له. قراية حلوة جدا يا دل. جميلة جميلة جميلة. تعالوا نشوف بقى ايه الحالة العاطفية. طيب اوكي، الدلو عايز ايه؟ الدلو
يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايظة في العلاقة، حاجة يعني مش واخد حقه، زعلان من حاجة، اتهزم في حاجة، بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام، ومش فارق معاه حاجة، ان هو ايه ما اتهزمش. هو بيحاول يبين ان هو ما اتهزمش، ان هو ما اتكسرش. نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة.